بتقول أنا بحب المرأة اللي تقتحمني، اللي هي بتعترف لي، اللي هي بتقلي أكثر من المرأة اللي ناطرتني على الشباك يعني. ايه لسبب إيه. واحد، لانه هيدا الفعل اللي هي بدها تعمله اللي عجبها حدا وقربت اعترفت بهذا الموضوع وقالته علنا وجهارا، هيدي مش لانه هيدا التصرف بيعجبني، هيدا بيعجبني خلفية هيدا التصرف بكل تاريخها وبكل شخصيتها، انه هي حدا قوي، حدا واثق من نفسه، حدا ما بتفرق معه المجتمع، ما بتفرق معه حكي الناس، حدا بيتصرف مثل ما هو بيحب. فاذا حكما شخص بيتصرف هيك عنده شيء كتير مهم وكتير لذيذ، وهيدا بيلفتني بكل وكم مرة بساطة صار معك بدل ما يخوفني. في ناس بخوفهم طبعا في ناس بخوفهم اكيد، طبعا. كم مرة صار معك انت يعني لا كم مرة ما بعرف، بس انه صايرة يعني. بقصص الحب اللي عشته ايه صايرة طبعا، صايرة ايه قد طبعا، النسبة اللي هن اعترفوا؟ ما في اقدر، بس انه صايرة، صايرة ما في بكمية قدري على قد يعني. ما كثار او لا لا